السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس الجديد اللي كيخص دروس ديال لا لونغ فرونسيز، الدرس ديالنا اليوم هو لو تيكست انجونكتيف. من بعد ما شفنا لو تيكست ناراتيف، لو تيكست ارغومونتاتيف، لو تيكست ديسكريبتيف، وصل دابا الدور على لو تيكست انجونكتيف. غنشوفو ديفينيسيون، تعريف ديال هذا التيكست، لي كاركتيريستيك ديالو، المميزات ديالو، وغنختمو في الاخير بواحد ليكزومبل، واحد المثال اللي غيخليني نفهم هاد لو تيكست انجونكتيف 100% ان شاء الله. alors le texte injonctif donne des conseils. donc بمعنى le texte injonctif donne des conseils كيعطي نصائح، des ordres ولا اوامر، des instructions des consignes تعليمات، des permissions سماح كيسمح لك دير شي حاجه، des interdictions منع. pour inciter l'interlocuteur باش كيحط هاد التكست انجونكتيف يعني اللي فيه نصائح تعليمات توجيهات ولا اوامر، كيحط الانترلوكوتور المخاطب الشخص اللي كنخاطبوه افير انه يدير و ان با فير ولا ما يدير شي حاجه كلكو شوز صايي. دونك تكست انجونكتيف هو التكست اللي كيعطينا نصائح توجيهات تعليمات اوامر، كيسمح لينا نديرو شي حاجه ولا كيمنعنا اننا نديرو شي حاجه. وغنعطيكم امثله وغادي نفهموا اكزومبل دو تكست انجونكتيف. فين كنلقاو هاد لو تكست انجونكتيف؟ كنلقاو في لي روسيت، فهذوك الوصفات، وصفات ديال الطبخ، فاش كيقول لك خذ معلقه ديال هادي، كاس ديال الزيت، خلط، دير، راه هنا كيعطيك دي زانستركسيون دي كونسين، كيعطيك تعليمات، وكيقول لك الي بيرمي دو، من مسموح انك تستعمل باغ اكزومبل زيت العود، و بارفوا كيقول لك الي تانتيردي ديتيليزي لو سوكر، ممنوع تستعمل السكر. هنايا دونك فهاد لي غوسيت، هاد لي غوسيت، هاد الوصفات، راه التيب ديال هاد التكست، راه التكست انجونكتيف، حيت كيستعمل هادشي كامل. لي مود دومبلوا، فاش كتشري شي جهاز وكيقولك برونشي البريز، تفادى هادي، حط هاد لاباغاي فشي بلاصة ما فيهاش الرطوبة، هذا هو سكون ابيل لي مود دومبلوا. دونك راه كيعطينا حتى هو دي كونسين اي دي انستركسيون و دي كونساي. لي ريغل دو جو، فاش كتدخل تلعب شي لعبة في الهاتف ولا في بيسي، كيقولك اختار الفريق، ديبلاسي اللي من الى بغيتي تهرب، ديبلاسي اتسيتيرا. دونك راه كيعطيني دي كونسين دي انستركسيون. لي كومباني دو سونسيبيليزاسيون، دوك الحملات التحسيسيه كما شفنا في كورونا، كانوا كيعطيونا دي كونساي، كيعطيونا دي زوردر، السلطات كيعطيونا دي زوردر و دي كونسين تعليمات، فاش قلنا لافي فو لي مان، غسلوا يديكم، ميتي لي بافيت، ديروا لي بافيت، راه كيعطيونا دي كونساي و بيان دي زوردر. كيقول لك الي تانتيردي دو يعني دو سو راسومبلي، ممنوع تجمع اتسيتيرا. دونك هذا هاد لي تيكست كاملين سو سون دي تيكست انجونكتيف، وكاين بزاف ديال النماذج حتى الاشهار، في الاشهار بارفو كنلقى فيه النوع ديال التكست تيكست انجونكتيف اتسيتيرا. دابا غنشوفو كومون ايدونتيفي ان تيكست انجونكتيف، كيفاش نتعرف على تيكست انجونكتيف، يعني لي كاركتيريستيك المميزات ديال تيكست انجونكتيف. alors le texte injonctif peut être identifié ممكن تعرفوا عليه grâce aux caractéristiques suivantes، بهاد المميزات التالية: la présence de l'impératif، الوجود ديال الامبيراتيف، الأغلبية كنستعمل le temps الverbe في الأمر، يعني بحال ديك mange mangeons manger، fait faisons fait. alors la présence de l'impératif، les verbes sont conjugués à la deuxième personne du singulier et matu ou là au du pluriel vous. بحال كيقول لك fait dire fait du sport، écouter de la musique، lisez un roman، ouvre la porte، ferme la fenêtre، etc. donc هاد لي فيرب هادو مصرفين كاملين في الامبيراتيف. هاد écouter، شوف معايا الزد، هادي راه لا دوزيام بيرسون دو بلوريال، هنا fait deuxième personne du singulier tu. donc كنلقاو في هاد التكست انجونكتيف لوتيليزاسيون دو لانفينيتيف، كيستعمل حتى لانفينيتيف، اما يستعملي لو بريزون، و بارفوا في هذاك الوصفات لي غوسيت ديال الطبخ كنلقاو لانفينيتيف ولا لو بريزون دو لانديكاتيف ولا الفيرب مصرف لا بريزون دو لانديكاتيف، وحتى في لو فيتور سامبل يبغي يعطيك شي تعليمات شي حاجه غاتديرها في المستقبل
Ça y est. Donc, nous avons l'impératif, l'infinitif, le présent de l'indicatif ou bien le futur simple. L'utilisation des connecteurs logiques. Qu'est-ce que c'est les connecteurs logiques ou bien les lo liens logiques pour structurer le texte. Parce qu'il y a le texte. Et les différentes étapes à suivre. On va faire le marahil. Qui dit d'abord, ensuite, puis, enfin. Donc, il y a les connecteurs logiques qui connaissent le texte injonctif. Parce qu'il y a le texte. Ensuite, on dit l'utilisation des verbes d'action. Quand c'est le verbe d'action, باش تقول شي واحد يدير شي حاجة ولا ما يديرهاش راه كيكون هنا واحد لي زاكسيون واحد الافعال ولا واحد الاحداث بور ديكريغ لي زيتاب ا سويفر باش توصف المراحل اللي خاصنا نتبعوها لي زاكسيون ا رياليزي الاحداث اللي خاصنا نديروها او ا ايفيتي ولا اللي خاصنا نتفاداها تفاداوها كيقولك فيغ لي فيرب داكسيون بحال فيغ فيغ دو سبور اريتي دو فومي توقف عن التدخين لافي فو لي مان خاص لي يديك prendre les précautions, donc les verbes d'action. Ensuite, on a utilisation des expressions d'obligation, de permission, samah et d'interdiction. Mitel, qui dit il faut, quel texte injonctif, il faut arrêter de fumer, on doit, vous devez, vous devez faire attention, il est permis de, il est interdit de, même بحال فاش كتدخل السبيطار كيقولك إلي انتردي دو فومي هنا راه كيمنعك هذا راه تكست انجونكتيف انسويت عندي اوتيليزاسيون دي زيكسبريسيون دو بوليتيس وبارفوا فاش كنكون كنتكلم مع شي واحد كنحترمو كنستعمل العبارة ديال لا بوليتيس بحال فو عوض ما نقول تو كنقول ليه فو كنقول فويي فاش كنبغي نعطي واحد الامر ولا طلب لشي واحد كنستعمل فويي بادب شوف معايا الا بغيت نقول لشي واحد افتح الباب غنقول ليه اوفر لا بورت ولكن ما فيهاش احترام بغيت نستعمل الاحترام غنقول ليه فويي اوفرير لا بورت سيل فو بلي ولا ميرسي دو اوفرير لا بورت او بيان بريير دو رجاء بريير دو اوفرير لا بورت دونك ممكن نلقى هاد العبارات ديال لا بوليتيس في لو تيكست انجونكتيف دابا ندوزو المثال هاد المثال كاين في التيكست كيخدمو عليه تلاميذ ديال الجدع مشترك الوغ ان ميدسان الان دو سي باسيون هنا واحد الطبيب كيتكلم مع واحد واحد من لي باسيون من المرضى ديالو سوفرون دون غراف انفيكسيو او بومون مصاب في لي بومون في الرئتين وهنا غادي يعطيه النصائح شنو يقول لي il faut arrêter de fumer aussitôt خاصك توقف يجب التوقف عن التدخين شوف معايا هنايا il faut les expressions d'obligation les adjna arrêter de fumer les verbes d'action qui tu es là et de l'action il faut arrêter de fumer et tu as fait un la radiographie de la radiologie a montré que vos poumons sont atteints par une grave infection vous ne devez plus fréquenter ma chasse vous ne devez plus l'interdiction le manière vous ne devez plus l'obligation fréquenter des endroits publics les verbes d'action autorisant la prise de cigarettes les qui traduit le garro j'aimerais autant que vous vous éloigniez بحال اوامر بحال نصائح توجيهات وقال ليه جيمري اتمنى كيتكلم بلا بوليتيس كيتكلم معاه بادب وقال ليه هنا فو يعني كيتكلم بادب واحترام انسويت هنا عنده قال ليه نو كونتي بلو سور لا تعتمد على ها هو استعمل لامبيراتيف وقال ليه فو دوفي سيسي يجب عليك التوقف ها هي الفيرب دوفوار فومي فيرب داكسيون الي نيسيسير ها هي واحد ليكسبرسيون دوبليغاسيون قال لي il est nécessaire ضروري de faire des exercices sportifs des sports de revoir votre régime تراجع داك النظام الغذائي ديالك inscrivez-vous ها هو الامبيراتيف كيعطي بحال امر قال لي وهي كاين على شكل نصيحه inscrivez-vous تسجل et visitez la ou زورها شكون هادي une association قال لي واحد الجمعيه انتي اديكسيون ضد ادمان ومن بعد قال لي appelez-moi تصل بيا ها هو لو طون لامبيراتيف دونك هادو اللي بالحمر وبالزرق وبالموف هما لي كاركتيريستيك المميزات ديال تكست انجونكتيف نتمنى ان لا فيديو يكون مفيد بالنسبه لكم ما تنساوش ديروا جيم تبارطاجيو وتابوناو
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.